حبايبي جريد 5 عندنا ثلاث اربع دروس. كل فكرتك تبقى حافظ التايم تيبل. يا مستر انا ما بحفظوش، ما بحبوش، بكرهه. معلش تعال بقى نتعلم ازاي نعرفه، ولو نسينا نرجع له. الاول ازاي اعرف النمبر بتاعي في تيبل 2 او تيبل 3 او تيبل 5؟ ايوه. طب والباقيين مالكش دعوه. عشان اعرف النمبر في تيبل 2 اروح للوانس، فلازم الوانس يبقى 0 او 2 او 4 او 6 او 8. يا مستر ما تقول ايفن، معلش ادينا قلناهم. طب ما تديني شويه اكزامبل. قال يعني لو قلت لك 12 يبقى انت في تيبل 2، يبقى هفكها بال2 وهديك دلوقتي طريقه الفك. لو قلت لك 18 ليه؟ عشان هي ايفن، عشان الوانس ايفن. طب يلا لو قلت 36 حبيبي اصبر، ما انا عارف ان تيبل 6. طب تنفع في تيبل 2؟ ايوه. ما انا عارف والله، بس احنا بنسال تنفع في تيبل 2؟ ايوه ايوه ايوه. ليه؟ عشان الوانس ايفن. طب نقول تاني، لو قلت لك 48 تنفع في تيبل 2؟ ايوه. ليه؟ عشان الوانس. صح الكلام؟ طيب يلا نكبر كمان، 56 ينفع في تيبل 2؟ ايوه. في مشكله؟ لا. اسمع بقى اللي جايه دي. طب ينفع تقول لي ازاي اعرف النمبر في تيبل 3؟ لو انا عملت بلس للديجيت، مش فاهم، يعني لو قلت لك 18 لو جيت في النص عملت بلس بقوا كام؟ بقوا 9. يا ناين انت في تيبل 3؟ اسمع بقى كمان، انا هبعت لك الفيديو بتاع تيبل 2 و3 بس انا بعرفك دلوقتي. طيب يبقى انا لو عملت بلس طلعوا 9، الناين في تيبل 3. طب يلا نلعب تاني، 24 تنفعي في تيبل 3؟ ايوه. هي. الله عليك، بقوا كام؟ يا 6 انت في تيبل 3؟ في مشكلة؟ لا. اسمع بقى، ازاي اعرف ان في تيبل 5؟ قال لي لو لقيت الوانس 0 او 5 العب بتيبل 5. في مشكلة؟ لا. طب اقولها تاني؟ حاضر. يعني انا لو قلت لك 50 الوانس 0 يبقى في تيبل 5. لو قلت لك 75 الوانس يبقى انت في تيبل 5. طب وانا هعرف التيبل؟ اصبري بقى واسكتي، قاعدين متنحين. الله، اسمع يا بابا بقى وتعلم. لو انا كتبت 48 وهو رقم مجعلص، عايز اعرف افكه لبراير، عيني تروح على مين؟ حلو، الوانس بتاعه ايفن عشان 8، يبقى ابدا بال2 انت حر. مع ان خد بقى عندك ينفع في ال4 وينفع في ال6 وينفع في ال8، بس انا غلبان ابدا بال2. طب ما انا ما اعرفش، اعملها فلوس. اعملها ايه؟ فلوس. 48 اعملها كمان بالعربي، 48 جنيه هقسمهم عليا انا واخويا عاديه، كل واحد ياخد كام؟ اتحداك لو غلطت. يبقى انا النمبر اللي انا ما اعرفوش حوله فلوس. طب انا عايز اعرف في تيبل 2، خلاص بقى بقت لعبه الوانس ايفن. طب يلا احوله فلوس واتكلم بالعربي، 48 جنيه على 2، ريتاج قالت كام؟ 24. اكتبها انجلش. خلصنا؟ اقول له لا، التو برايم. نيجي بقى للغلبانه ال 24، انت برايم؟ لا. لا، يبقى هشطبها وافكها، اروح للوانس ايفن ايفن، يبقى اعملها ايه؟ اعملها فلوس. اعملها ايه؟ يلا ها، في سرك في سرك. 14 جنيه هيقسموا عليا انا، كل واحد ياخد كام؟ هي لوجي، يبقى اقول 2 و 12.
اسال خلصت؟ لا خضتني يا مستر ما انا عارف. يبقى اشطب على التويلف برضو ايفن ولا مش ايفن؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ما احنا قلنا يا بابا الايفن 0 2 4 6 8 وادي دي معاها 2. والله بقدم في مالطا. قولي يا تمارا كام في كام يديني 12؟ ما بعرفش. فلوس كلكم في الفلوس ما شاء الله. يا 12 اقول بالعربي حاضر 12 جنيه هقسمهم عليا انا واخويا كل واحد ياخد كام؟ يبقى فك دي 2 تايم 6. اسال خلصت؟ لا عشان السكس مش برايم وراها ما سيبهاش. اعملها فلوس 6 جنيه عليا انا واخويا افكها 2 3. خلصت؟ اه كلهم بقوا برايم. تعالى بقى قول لي الفاكتورز بتاع دي ايه؟ معلش يا حبيبتي روحي خلي ماما تديكي 6 جنيه انت واحمد وقسموهم على بعض من غير ما حد يضحك على حد. بص بقى يبقى 2. بص هنا ودي تايمز ودي كمان 2 وتايمز ودي كمان 2. اللي اعمله دايره واشطب عليه مخدوش. ودي كمان 2 ودي كمان 3. ادي عم اللعب وانا بخاف زي جوليا كده خايفه من ساعه ما قعدت. خايفه ليه ما اعرفش مع ان اهو قلت لك يا ست العبي بالفلوس. طب تيجي نلعب تاني؟ نلعب تاني. تعالوا حبايبي لكل الناس اللي بتكره الرياض وبتدعي على مدرسين الرياض ويا رب الرياضه تموت ويا رب الرياضه تولع. انا ما بعرفش. اسمع وتعلم. انا عاوز برايم فاكتور. فقلنا حبايبي اللي زعلانين من الماث نعمل ال 48 ايه؟ فلوس. وتقول لو هي ايفن اقسم انا واخويا. هل ال 48 ايفن؟ اه عشان الوانس بتاعها 8 واحنا قلنا الوانس 0 2 4 6 8 انت ايفن. يلا بقى عملناها فلوس. اقول كده بيني وبين نفسي ما تتكسفش 48 جنيه اقسمهم عليا انا واخويا كل واحد ياخد كام؟ بالبلدي كام يا بنتي؟ 40. يبقى الاول بص بقى عشان خاطر الانسه المفلسه اه انا هشتغل بالتو. يا ابني ده هو حاطط لك 6 مالكش دعوه. حل بطريقتك مش بطريقته. وادي 24 يبقى 48 جنيه ل 40 20 و20 وال 8 4 و4 يبقى 24. تعالى بقى نسال هل التو تتفك تاني؟ لا. شكرا. امسك ال 24 اعملها فلوس انا واخويا كل واحد ياخد كام؟ اه 12 يبقى اقول 2 و12 لسه برضو اشطب على ال 12. يا 12 ينفع تتفك تاني؟ اه ها يبقى 2 6. يا 6 ينفع تتفك تاني؟ اه. تعالى بقى نشوف الاجابات ونشوف احنا صح ولا غلط. اسمع يا بابا لو سمحت بص بقى اول حاجه ادي ال 2 دي اهي اكتبها. امشي يا بنتي واخد ال 2 دي واخد ال 2 دي واخد ال 3 دي واخد ال 2 دي. ايه ده؟ ده انا مشيت بطريقه غير طريقته وجبت الاجابات اللي هو كان عايزها. يبقى يا حبيبي حاول تتعلم ان انا اقدر اروح رمسيس ب 100 طريقه مش لازم الطريقه بتاعتك انت. شكرا. يا مستر عايزين نفك ال 36 برايم فاكتور. فانا معناها اشوف كام في كام يديني 46. انا معرفش ومش عارف ومش عايز اعرف. لكن في ناس عارفه زي تمارا كام في كام ب 46؟ 6 تايم 6. في حاجه تاني؟ ايوه 4 تايمز 9. انا لا عرفت دول ولا دول. شوف اهو في 4 تايمز 9 وفي 6 تايم 6 ممكن العبها فلوس. يلا كام؟ ها 18. ادي 2 ولما قسمت 36 على 2 كل واحد اه استني يا بنتي 30 جنيه كل واحد ياخد 15 وبعد كده 6 جنيه كل واحد ياخد 3 بقت 18. نلعب تاني نفك ال 18
اقسمها برضو على اتنين انا واخويا، كل واحد ياخد كام؟ 2 9. يلا نلعب تاني مع الناين. اتفضلي يا استاذة ريتاج. طيب الناين ملهاش حل تالت، هي 3 و 3، ولسه كنت بقولها. بس تعالى بقى نكتب الاجابات، بص بقى عشان تعرف ان انت صح. هو عايز اجابة 2 3 4. هل احنا جبنا 4 اجابات؟ ايوه. تعالى يا عم نشوف. ادي التو، ثواني يا داليا، وادي كمان تو، وادي 3 وادي 3. طب استنى يا مستر، افرض انا عايز امشي بطريقه الفور والناين، هل هعرف؟ تعالى حبيب واوريك ان احنا هنجيب نفس الانسر بسرعه. بس يا بنتي حبيبتي، انا مش جاي هنا عشان ارد على موبايل، ما بردش غير على امي او البيت، غير كده ما ردش، لا يكون في حاجه مهمه. نسمع يعني كان بيسجل، مش مهم. بص حبايبي، يبقى انا 4 و9. ده اللي حافظ التايم تيبل. طب يا 4 افكك تاني؟ ايوه اروح شاطب عليها 2 و2. طب الناين 3 و3. ايه ده؟ ده انا جبت نفس الاجابات 2 2 و2 3. تعال نشوف 2 2 و2 3. طب معلش يا مستر، عايز طريقه تانية؟ حاضر افكها زي ما قال ياسين 6 و6. بس انت مش برايم 2 و3، وانت مش برايم 2 و3. ايه ده؟ 2 2 2 3. حليناها بثلاث طرق. انا ايه اللي يهمني؟ انا اعرف احل ازاي، مش المستر هو اللي بيحل. ستوب يا بنتي واسكتي، معلش انا اسف.